السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنحل قواعد الوحدة 11 من كتاب الزيتونة جاينت فاينل ريفيجن. أول سؤال بيقول لي most of the plays معظم المسرحيات not by شكسبير اللي انكتبت بواسطة شكسبير were translated تم ترجمتها to different languages. طيب أنا عندي الجملة هي وفيها فعل اللي هو were translated. دي جملة واحدة وفيها فعل واحد هو were translated. طيب ومفيش and عشان يربط بين فعلين. طيب يبقى كده الجملة ما ينفعش يجي فيها فعلين. طب انا اعمل ايه لما يكون الفعلين في الجملة وانا عايز اجيبها اخليها فعل واحد زي دي كده؟ طيب most of the plays. البليز دي كتبت ولا انكتبت؟ انكتبت. يبقى اكيد الجملة مبنية للمجهول. طيب يبقى كان الجملة بتقول ايه؟ المسرحيات التي تم كتابتها التي كتبت التي اللي هي which are written. حذفنا ضمير الوصل which وحذفنا verb to be وجبنا التصريف الثالث. يبقى هنقول most of the plays written بس. ما ينفعش اقول which written. طب فين are؟ ما ينفعش، لازم اقول which are written. طب لو هي موجودة كلها ما اعرفش اجيبها برضو. ما اعرفش اجيبها ليه؟ لان الجملة بفعل واحد. طب where written؟ ما هو مفيش which. طب writing؟ الجملة مش مبنية للمعلوم، الجملة مبنية للمجهول. مستر جابر نقط is a sales manager، هو مدير مبيعات. lives next door to us، بيعيش في البيت اللي جنبنا مجاور لنا يعني. طيب مستر جابر ده عاقل. العاقل ده يعني هو او ذات. طيب اخد هو ولا ذات؟ قالك انت عندك اتنين كوما اهم، دي الجملة الاعتراضية. اتنين كوما يبقى ما ينفعش تجيب ذات. اتنين كوما يبقى ما ينفعش تجيب ايه؟ ذات. امال اجيب مين؟ بتجيب هو، يعني بعد الكومة بتجيب هو ما بتجيبش ذات، يبقى هو. طيب رقم 3 I don't know، مش عارف the proper time، الوقت المناسب. نقط I can meet the manager، اقدر اقابل المدير. when he is always busy، ودايما مشغول. طيب time وقت، يبقى انا ما اتكلمش على وير خالص. الوقت ممكن اعبر عنه بوين وما اتكلمش عنه برضو بذات، بتكلم عنه بوين او بويتش. بس هو هنا هو جايب فاعل وبعدين فعل، فاعل وبعدين فعل يبقى وين، فاعل وبعدين فعل يبقى وين. طيب اما الويتش امتى؟ ويتش تيجي لما يكون في فعل او يكون في حرف جر، لما يكون جاي بعد ويتش فعل او في حرف جر في الجمله الثانيه. The temple of Karnak معبد الكرنك نقط many pillars are very tall. ماشي معبد الكرنك، اوعى تقول لي ده مكان. لا بيقول لي نقط many pillars are very tall. طيب اقول له which؟ لو قلت which تعالى كده، معبد الكرنك الذي، بص الترجمة، الذي كثير من الأعمدة تكون طويلة جدا، يبقى ويتش ما تنفعش. أمال إيه؟ أمال إيه اللي ينفع؟ أقول له هوز. هوز، هوز ملكية، يعني معبد الكرنك بيمتلك الميني بيلرز. طيب معبد الكرنك الذي أعمدته تكون طويلة. بهوز ميني بيلرز ار تول. رقم 5 انجلش، الانجليزي از وان اوف ذا موست نقط لانجويج. طيب انت عندك كلمه لانجويج الاسم اهو، وانت عايز يجيب لها قبلها صفه مركبه. طيب سو ات از امبورتنت تو ليرن تو سبيك ات، من المهم ان انت تتكلم، من المهم ان انت تتعلم تتكلمه. وما هو الصعب وما هواش غير مألوف. طيب
اخد بقى جود نون ولا وايدلي سبوكن. هو بيقول لك انت لازم، المهم ان انت تتكلم بيه، المهم ان انت تتكلم، بيقول لك سبيك اهي، يبقى انت هتاخد وايدلي سبوكن. وايدلي سبوكن، والصفه المركبه دي مركبه من حال الواي مع تصريف ثالث وبينهم هايفن علشان في الاسم لانجويج. رقم 6، ماي جراند فازر، جدي از بيرسون، بيرسون عاقر. طيب يبقى وير لا، وين لا، ويتش لا، يبقى هو. رقم 7، اي هاف فينيشد ا نوفل، انا خلصت الروايه. نقط زمين كاركتر از ان 8 year old boy، اللي البطل بتاعها والشخصيه بتاعتها الولد اللي عنده 8 سنوات. طيب خد بالك بقى، انا خلصت الروايه. طيب عايز يقول التي فيها الشخصيه الاساسيه، التي بها الشخصيه الاساسيه ولد عنده 8 سنوات. يعني اذا جوز ما تنفعش، جوز ملكية، وهو ما تنفعش لان انا بتكلم على الرواية. وتشير اخرى ما تنفعش لان عايز حرف الجر عشان يشير للولد اللي عنده 8 سنين، الذي فيها شخصية اساسية الولد 8 سنين، يبقى اقول له ان ويتش والتي بها. خالد عمر وانتس تو ماري، عايز يتزوج. نقط جيرل، جيرل ده اسم وعايز يجيب قبلها صفة مركبة. والاسم ده مفرد يعد، يبقى لازم قبله منه ايه، يبقى جرين ايد ما تنفعش وجرين ايد ما تنفعش، يبقى ايه. طب ايه جرين اي ولا ايه جرين ايد؟ لا هي الصفه ايه جرين ايد رقم ايه، من صفه وتصريف تالت. الصفه المركبه بتتكون من صفه وتصريف تالت. تسعة، this is solution، this is not solution. طيب solution ده اسم وعايز صفة مركبة قبل منه، يبقى لازم يكون فيها هايفن، يبقى وير بالانس دي ما تنفعش. وسولوشن اصلا اسم، لا اسم يعد، اسم بيتعد، يبقى وير ما تنفعش. طيب لان هو اسم بيتعد. الصفة بقى جود بالانسد ولا ويل بالانسد؟ لا ويل بالانسد، يبقى ويل بالانسد عشان كلمة سولوشن بتتعد وهي مفرد. 11، 10، انجلش از نوت لانجويج، طب لانجويج اسم، يبقى انت عايز صفة مركبة. صفة مركبة ماشي، واللانجويج بيتعد، يبقى لازم قبل منه ايه، يبقى وايدلي سبوكن دي لا، لان عايزه ايه. طيب وايدلي سبوكن دي ما فيهاش هايفن، ما تنفعش، عايزين الهايفن عشان الاسم موجود. طيب هي الصفه بقى كانت وايدلي سبيكينج ولا وايدلي سبوكن؟ وايدلي سبوكن، يبقى رقم ايه. الصفات المركبه لازم تحفظها، تحفظ الصفه المركبه متركبه من ايه، متركبه من صفة وتصريف تالت ولا من صفة وفعل اي ان جي ولا من صفة وايه بالظبط، كل واحدة على حسب معناها بقى. هي از ا ستودنت، هو تلميذ، بات هي لوكس فور، لكن هو بيبحث عن ايه، جوب، وظيفة ايه. طيب عندك جوب اسم بيتعد، يبقى انت قبل الصفة المركبة هتجيب ايه، حرف الجر ايه، يبقى بارت تايم ما تنفعش. في تايم بارت ما تنفعش، التركيبه مش كده. في وابارت تايم برضو ما تنفعش، ما فيش هايفن، يبقى ابارت تايم اللي فيها الهايفن. 12، الهايفن يعني الشرطه. اي ميت ذا دكتور، انا قابلت الدكتور. نقط كار ووز ستولن لاست ويك، طيب دكتور اسم وكار اسم، يبقى انت عايز ما بين الاثنين اسم كلمة هوز. 13، نيم ذا اكتور،
سميلي الممثل نقط بلايز صلاح الدين. خد بالك بقى اكتر ممثل، بلايز هنا دي فعل ولا اسم؟ ما اصلا تختلف، لو هي فعل هجيب هو، لو هي اسم هجيب هوز. طيب بلايز صلاح الدين، ينفع اقول مسرحيات صلاح الدين ولا يلعب صلاح الدين؟ يلعب صلاح الدين، يبقى بليز دي هنا فعل، فعل يبقى هو. انما لو كانت نفس الجملة، لو قال لي بليز ار جود مثلا يبقى كده هوز. لو قال لي بدل صلاح الدين قال لي بليز ار جود تبقى هوز. 14 شم النسيم is a day، هو يوم. نقط ماركس the beginning of spring، ماركس the beginning علامة تدل على بداية الربيع. طيب خد بالك يا سيدي، day زمن، زمن يعني عايز when او عايز which، عايز وين او عايز ويتش. طيب طبعا مفيش وين، ليه مفيش وين؟ لان ماركس هنا فعل يعني يعلم بداية الربيع، يدل على بداية الربيع. ماركس يعني يدل، هنا معناه يدل، يدل على بداية الربيع. طيب مفيش وين، هو ما جابش وين الراجل ومريحك خالص وجيب لك ويتش. طب لو كان جايب وين ما كنتش هتاخدها طبعا، ليه؟ لان ماركس هنا فعل يبقى ويتش. 15 we will give a prize to the company، احنا سوف نعطي جايزة للشركة. not exports are good، اهي الجملة اللي انا لسه متكلم عليها فوق، company اسم واكسبورتس هنا بقى فعل ولا اسم؟ اكسبورتس هنا اسم. طب عرفت منين؟ منين؟ لان جاي بعدها are good، يعني ينفع اقول يصدر يكون جديد ولا الصادرات يكون جيد، يصدر يكون جيد ولا الصادرات الجيدة؟ الصادرات الجيدة. يبقى هنا اسم واسم يبقى هوز. my brother اخويا and I وانا have had a phone conversation، عملنا محادثة تليفونية. نقط we discuss our plans والتي فيها احنا ناقشنا خططنا. طيب والتي بها ناقشنا خططنا، ماشي يا سيدي. عندك كلمة التي، التي يعني ويتش، يعني وط دي مع السلامة برة خالص. ويتش ويتش بس ولا وين ويتش ولا تو ويتش؟ وبيقول لي ديسكاس، ديسكاس المناقشة دي حصلت فين؟ في الكونفرسيشن، في المحادثة. يبقى ان ويتش والتي فيها ناقشنا، ده معنى الجملة، والتي فيها ناقشنا. ودسكاس بتاخد حرف الجر ان، وبطلع حرف الجر بناء على الفعل اللي جاي. 17 بيقول لي سيف هاوس، عندي كلمة هاوس يبقى دي انا عايزة يا اما وير يا اما ويتش، ماشي، يا اما وير يا اما ويتش، ماشي. هو لا، وير مش هتنفع، مش هتنفع ليه وير؟ لان هو جاي بعدها فعل هاد، وير لا عشان تنفع لازم يجي بعدها فعل وبعدين فعل، ويجي بعدها الحدث يكون في نفس المكان، في المكان اللي اتعمل ده. يعني ايه الحدث يكون في نفس المكان؟ يعني الهوس ده Where I born اللي أنا اتولدت فيه، Where I live اللي أنا عايش فيه. Safe house not had consumed all his saving، استهلك كل مدخراته. Left him without little money، وتركه بدون أي فلوس. يعني هو عايز يقول بيت سيف الذي استهلك كل مدخراته، الذي استهلك كل مدخراته، يعني مفيش حرف حروف جر مع ويتش، خلاص يبقى ويتش بس.
منزل بيه منزل سيف، معنى الجملة كده منزل سيف الذي استهلك كل ما ادخراته، عمل ايه بقى؟ ليفتهم تركه بدون نقود قليلة، تركه بنقود قليلة. Can you please repeat، من فضلك تكرر the name of the medicine، اسم الدواء، not you just took، اللي انت اخذته، الذي انت اخذته. طيب الذي، انا عندي ميديسن غير عقل، يبقى انا عايز الذي، يعني عايز ويتش، مفيش ويتش، يحل محلها ايه في كده؟ يحل محلها ذات. طيب 19 آية نقط lives on my sister، آية ده عقل، يعني عايز هو او ذات، ماشي. طيب عندي كومة وكومة، وانا قلت لك بعد الكومة بيجي الذات بتيجي هو. 20 بليز من فضلك تيل مي، اخبرني، اول نقط هابنت تو يو ان ذا اكسيدنت، اخبرني بكل اللي حصل لك، بما حصل لك في الحادثه، بكل، وعايز يقول كل الاشياء التي، كل الاشياء التي، خد بالك بقى، كل الاشياء التي يعني سينج سويتش، بشيل سينجس وبشيل ويتش وبجيب كلمة وات، بجيب سينجس بشيل سينجس وبجيب ويتش وبجيب كلمة ايه؟ وات، يعني وات دي بتحل محل كلمة ايه؟ سينجس ويتش. 21 this is تقى، دي تقى about نقط I talk to you، this is تقى، دي تقى about نقط I talk to you. هو عايز يقول ان دي تقى اللي انا بكلمها، اللي انا بكلمك عليها، هذه تقى اللي انا كلمتك عليها. طيب يبقى تقى دي مفعول، تقى دي ايه؟ مفعول، مفعول يعني هو او هوم، في مفعول هو او هوم. ما ينفعش اجيب هو وهو مش جايبها اصلا، لو كانت موجوده برضه ما كنتش هاخدها، ما كنتش هاخدها ليه؟ لان هو ما بيجيش قبلها حرف جر، ما بيجيش قبلها حرف جر، في قبلها حرف جر يبقى هوم، هوم هي اللي بتيجي مع حرف الجر. 22 محمد صلاح از نقط فوتبولر، عندي اسم فوتبولر عايز صفه مركبه، ماشي، يبقى لازم صفه يكون فيها شرطه، اول نون دي ما فيهاش شرطه تتمسح. ماشي. طيب فوتبولر ده بيتعد ولا بيتعدش؟ بيتعد، يبقى لازم يجي قبل منه اه، يبقى دي لا. طيب هي بقى اول نون ولا جود نون؟ هي اول نون رقم سي. 23 مي ويل بي باك، مي هترجع ان نقط، مي هترجع ان نقط. وعايز يقول في خلال اسبوع، خلال اسبوع ترجع، في خلال اسبوع، ماشي. ويكس تايم كده مش مظبوطه، لان قبل اسم الجمع ما تنفعش، قبل اسم الجمع ما تنفعش. طيب 2 weeks time ولا weeks time؟ لا weeks time، في خلال اسبوع weeks time، يبقى رقم دي ما تنفعش، weeks time يبقى weeks time، في خلال اسبوع، اسبوع واحد يعني، هو كده عد الاسبوع، لان الويك يعد. 1 خلي بالك ان اكنها 1 او 2 او 3 اكنها رقم. 24 هاني هاز نقط لاف فور ماي بيرنتس، هاني عنده حب متأصل لابائي. طيب حب متأصل، كلمه لاف
من الاسماء اللي ما بتتجمعش uncountable، يبقى ما ينفعش قبلها ايه خالص، ما ينفعش قبلها ايه. يبقى نختار deep seated متأصل. خمسة وعشرين the first of October is the day، هو اليوم، هو اليوم اللي ايه عندي day ده زمن، يبقى عايز when او عايز which. كلام جميل. طيب وين موجودة وويتش موجودة؟ قال لك بقى خد بالك بقى، عندك فاعل وفعل والحدث، حدث في اليوم بورن ده اليوم اللي اتولد فيه، وعندي فاعل وفعل، يبقى ما ينفعش اجيب ويتش لان مفيش حروف جر، يبقى هجيب وين، لان وين بيجي بعدها فاعل وفعل، والفعل يكون حدث في المكان او في اليوم او في الزمن. يبقى لو هجيب وير يبقى الفعل حدث في المكان، لو هجيب وين يبقى الفعل حدث في الزمن. 26 these are the farms، هذه هي المزارع، نقط we grow cows اللي احنا بنربي فيها كورن، grow corn اللي احنا بنزرع فيها الذرة، دي المزارع التي نزرع فيها الذرة. ماشي، والمفروض لو في وير هنا كنت خدتها، ليه؟ لان فعل فعل وبعدين فعل، والفعل بيحدث في المكان. طب مفيش وير، طب وير هتحل محل ايه؟ هتحل محل ان ويتش، هتحل محل ايه؟ ان ويتش ولا اون ويتش ولا ايه بالظبط؟ طيب اقول لك، انا الفارم دي مزرعه، لما عايز اقول في المزرعه اقول ان ذا فارم ولا اون ذا فارم؟ ها اوعى تقول ان ذا فارم، لا ان ذا فارم، لا الفارم زي كلمه هوليدي بتاخد اون ذا فارم، يبقى انا هقول له اون ويتش. اللي فيها احنا بنزرع الذره، يبقى انت في 26 لما تجيب حرف الجر مع ويتش شوف الفعل، الفعل مش جاي معاه حروف جر شوف الاسم اللي قبله بياخد حرف جر ايه. لما يكون بتدور على حرف جر مع ويتش بتبص على الفعل، طب الفعل لو خد حرف الجر بتجيبه، ما خدش حرف جر بتبص على الاسم اللي انت هتستخدم في الفعل، مكان اسم المكان اللي انت هتجيب في الفعل، المكان ده بياخد حرف الجر ايه وتجيب حرف الجر. 27 ذات ذا سكول، دي المدرسه، نقط اي هاد ماي برايمري ايدوكيشن، التي فيها تلقيت تعليم الابتدائي. طيب وعايز يقول التي، التي فيها، التي يعني ويتش، ومفيش الا ويتش واحده اللي هي مع ان، يبقى ان ويتش. اي دونت نو، انا مش عارف، ويز نوت سبيك اباوت ذا الوان، مش عارف انا اتكلم مع مين، مع من اتكلم عن العلاوه، مع من اتكلم، مع من اتكلم، يعني اذا فيه ضمير مفعول، فيه ضمير مفعول. ماشي، والمفعول بنعبر عنه بهو او هو. ماشي، لان هو بتستخدم في الفاعل والمفعول. طيب يبقى انا بستخدم هو او هو، الراجل مريحني خالص وبسط لي الدنيا وجايب لي هو وهو. طيب امشي ازاي؟ هو ده يا حبيبي سؤال ولا جملة؟ ده سؤال ولا جملة؟ ده جملة. طيب I don't know، أنا مش عارف. طيب يبقى طالما جملة يبقى ما ينفعش تقدم الفعل المسار على الفاعل، ما ينفعش أقول هو should I. طيب في عندي بقى هو I should، وفي عندي whom I should. وهوم شود اي، هوم شود اي دي برضو تطلع بره لانه مقدم الفعل المساعد على الفعل. طيب مقدم الفعل المساعد على الفعل. ماشي، طيب انا دلوقتي عايز اقول له مع من انا يجب ان اتكلم عن العلاوه، انا مش عارف مع من اتكلم عن العلاوه. ماشي، يبقى هو كده عايز المفعول،
with whom. طب ليه بقى مش هو؟ ليه مش هو؟ علشان في حرف جر with. احنا قلنا ان هو تعبر عن المفعول وهم تعبر عن المفعول. اختار مين فيهم؟ في with ما ينفعش مع هو، يبقى هوم. هوم هي اللي بتيجي مع بتجيب على حرف الجر، يبقى هوم اي شوت. 29 he lost the book not him last week. والجمله دي انا كتبتها في المنتدى بتاع القناه وفي ناس كتير غلطت فيها برضو. طيب هو بيقول لك ايه معنى الجمله ايه؟ هو فقد الكتاب الذي انا اعطيته له، اللي انا سلفته له الاسبوع الماضي. هو فقد الكتاب اللي انا سلفته له الاسبوع الماضي. طيب قال لك بص يا سيدي، لما تيجي تتكلم عن المفعول المفعول مثلا زي كلمه زبوك، اي هي لوست زبوك، اهو ادي المفعول. يحق لك ان انت تحذف which او هو او هوم. امتى؟ لما تجيب بعدها فاعل وبعدين فعل، بس بشرط تكون بتتكلم عن المفعول. انا بتكلم عن المفعول اهو وهجيب فعل وفعل، يبقى انا هحذف which، يبقى I lent. ما ينفعش اقول which I lent it، لان كده which مع it ما تنفعش. ما ينفعش اقول which I lent، لازم اقول lent على طول، I lent بس. ما ينفعش اقول which lent كمان، دي غلط. which I lent كده غلط لان في ضميرين، ما ينفعش. وهو lent برضو ما تنفعش. يبقى اللي تنفع ان انا هحذف which، وحذفت وجبت الفاعل والفعل، احذف which واجيب الفاعل والفعل. ليه؟ لان انا بتكلم عن مفعول اللي هو زبون. رقم 30 I like the manager، انا بحب المدير. not kind and cooperative اللي هو لطيف ومتعاون. طيب انا بحب المدير لطيف، الذي يكون لطيف ومتعاون، الذي يكون. انا بحب المدير الذي يكون لطيف ومتعاون، مش عايز الذي بس، انا عايز الذي يكون، يبقى هو از. ما ينفعش بقى هو ولا ذات، لان فين الفعل؟ ما هو مفيش فعل، يبقى ما ينفعش هو ولا ذات عشان ما فيش فعل. ما ينفعش هوز كمان، لان هوز عايزه اسمين تربط ما بينهم بيكون في فعل. 31 في 1983 جرهام جرين ترافلد تو مكسيكو، سافر للمكسيك. not is where I meet him. is where I met him. I met him. ماشي. المكسيك ده مكان. المكان عايز where وعايز which. بس هو جايب is، جايب فعل بعد النقط، يبقى بختار which. 32 this is the factory، ده المصنع. النقط I work، هذا المصنع اللي انا بشتغل فيه. طيب وجايب حرف الجر in، يبقى ما ينفعش اجيب ده فاكتوري، ده مكان. يبقى ما ينفعش اجيب وير، بجيب ايه؟ بجيب ويتش عشان حرف الجر. 33 33 بتقول لي I have been reading about famous woman، انا قريت عن النساء المشهورين. نقط I have found interesting، وجدت متعة، وجدت متعة. طيب الجملة الأولانية I have been reading، المتعة دي تسببت بإيه؟ تسببت بالجملة الأولانية I have been reading about famous woman. ده موقف كامل، موقف كامل بعبر عنه بكلمة which، بعبر عنه بكلمة which. ايه اللي خلاني بقى ممتع؟ ان انا قريت على النساء المشهورين، يبقى ويتش. 34 I played a game of tennis، لعبت مباراة تنس. with my brother not made me tired، واللي خلاني برضو تعبان. طيب ده برضو موقف كامل اللي هو I played a game of tennis، يبقى ويتش برضو.
موقف كامل. خمسة وتلاتين I read an article، أنا قريت مقالة نقط the life of a famous woman is described، واللي فيها سيدة مشهورة تم وصفها، والتي فيها سيدة مشهورة تم وصفها. الارتيكل دي غير عاقل، يبقى أنا عايز which، which وإيه بقى؟ which وإن، والتي فيها يبقى إن which، يبقى رقم دي. I am going to a meeting، الميتنج بياخد where أو which لأنه ده مكان، ماشي. We are going to discuss woman role in society، اللي احنا هنناقش فيه الاجتماع اللي احنا هنناقش فيه دور المرأة. طيب الذي فيه يعني احنا عايزين كده ايه؟ عايزين which ومعاها كلمة in، او which ومعاها كلمة at، ماشي. يعني مش هينفع where لان where معناها الذي، طب فين في كلمة فيه؟ مفيش، يبقى وير مش هتيجي مع حروف جر. طيب انا هاخد بقى ميتنج مع ويتش، بس هاخد انهي ويتش بقى؟ ميتنج بتاخد مين في دول؟ تو ولا ات ولا افتر؟ بتاخد ات ميتنج في الاجتماع. 37 لورد اوف لايز از ستوري، هي قصه. نوت ا جروب اوف سكول بويز ار شيب بريكت، طيب والتي فيها مجموعه من الطلبه شيب بريكت، ماشي. التي هو عايز يقول التي فيها، طيب التي فيها يبقى in which. My great grandmother، الجدة الكبيرة، نقط is 96، عند 96 سنة، is a wonderful woman، وسيدة رائعة، ماشي. grandmother ده عايز هو أو ذات، وفي كومة يبقى أنا باخد هو ما باخدش ذات. احمد visited a water village، نقط هات canals، طيب village مكان وجاي فعل، يبقى مش هاخد where هاخد which. اربعين زمان نقط car was stolen، عندي من اسم وكار اسم، يبقى هوز. اتين از ذا ايج نوت يو كان فوت، هو العمر اللي انت تقدر فيه تصوت. طيب واحنا اتكلمنا على كلمة ذا ايج، اقول ان ذا ايج ولا ات ذا ايج؟ انا بتكلم عن العمر مش بتكلم عن العصر. لما اتكلم عن العصر اقول in the age، لما اتكلم عن العمر اقول at the age. طيب وهنا اتكلم عن العمر يبقى اقول له at which. 42 this race is of 100 meters، السباق ده 100 متر. طيب it is not race، طيب جايب كلمة race الاسم اهو، عايز اقبله منه صفة مركبة يبقى لازم يكون فيها هايفن، يبقى رقم بي ما تنفعش. ورقم سي ما تنفعش لان الريس بيتعد، ورقم دي ما تنفعش لان الريس بيتعد والهندرد ما تتعدش، يبقى 100 متر. 43 نقط يانج مان ستود ات ذا دور، وقف على الباب. طيب يانج مان، مان ده اسم وجايب لها صفه يانج وعايز قبلها صفة مركبة. طيب صفة مركبة لازم يكون فيها هايفن طبعا. طيب انهي بقى صفة مركبة فيهم؟ بجيب صفة الحال والتصريف التالت ويل ديريزد، حال وتصريف تالت ويل ديريزد دي بتتبع صفة الحال والتصريف التالت. لازم تعرف كل صفة مكونة من ايه، من صفة وتصريف تالت ولا صفة وفعل اي ان جي ولا صفة واسم ولا ايه بالظبط. اقابل اوف نقط جيرلز، جيرلز ده اسم بيتعدي يبقى عايز منه صفة، وصفة فيها رقم يبقى الرقم يكون مفرد.
عندك اسم وعايز صفة فيها رقم، يبقى الرقم يكون ايه؟ يكون مفرد، كل كلماته مفرد، كل كلماته مفرد، يبقى 5 year old، وبينهم شرط يبقى رقم بي. انه اتريس يو برضو ريس اهو، وريس بيتعد، يبقى انت عايز قبل منه ايه او ان. طيب كلمة وان وان ميل. طيب وان ميل، الميل ده وان ميل، ان ا وان ميل، ماشي. عايز الصفة يكون ما بينهم شرطة. طيب ويكون كلها مفردة، يبقى ميلز ما تنفعش، ما فيش حاجة اسمها ان وان ميل. وان ميل، وان ميل رقم سي. طب ليه وان ميل؟ ما ينفعش وان ميل بس ليه؟ لان انت عندك ريس بيتعد، الرقم دي ما تنفعش. 46 زالت المروكان بوي، الولد المغربي هاد نقط ليتل ريس ليتل فيس. طيب عايز يقول صفة مركبة، صفة مركبة اسمها سان تاند، سان تاند، سان تاند فيس. 47 she was being followed، she was being followed هي تم تتبعها by نقط مان، مان ده اسم، يبقى انت عايز قبل منه صفة مركبة يعني يكون فيها شرطة، يبقى رقم بي لأ. ناخد ايه بقى؟ سترينج لوك ولا المان اصلا بيتعدي، يبقى مفيش، يبقى سترينج لوكنج دي ما تنفعش، يبقى فاضل عندي رقم A ورقم C، يبقى سترينج لوك ولا سترينج لوكنج. هي سترينج لوكنج صفة مكونة من الصفة والفعل ING، انما سترينج لوك ما تنفعش ليه؟ لان صفه وبعدين فعل، ما مش اي كلمتين جنب بعض هيديني صفه مركبه، لازم تفهم كده، مش اي كلمتين جنب بعض يديك صفه مركبه. صفه مركبه لما بتبدا بصفه يبقى لازم تنتهي بصفه، تبدا بصفه يبقى لازم اخرها يكون تصريف ثالث او فعل اي ان جي او اسم. 48 اسمارت نقط مان، مان اهو، انت عايز صفة مركبة فيها هايفن. طيب كلهم فيهم هايفن بس مش اي كلمتين جنب بعض، ماشي. احنا قلنا صفة وتصريف تالت او صفة واي ان جي، يبقى ميدل ايجد رقم بي. 49 مكسيكان ليبرالز، العاملين المكسيك ار فيري نو اب بيبل، عندك بيبل، يبقى انت عايز صفه مركبه قبلها يبقى فيها هايفن، يبقى هارد وركنج دي ما تنفعش. طيب فين الصفه المركبه؟ هارد ورك ولا ورك هارد ولا هارد وركنج؟ هارد وركنج. اي وودنت لايك تو هاف تو، طيب هاف تو ايه؟ تو ايه؟ تو اتنين، ماشي. يعني عايز يقول انا ما بحبش يكون عندي حماتين، ماذر ان لو. طيب تو، يبقى انا عايز كلمه ماذرز ان لو، ماذرز ان لو، طالما جايب تو. ماذرز ان لو، طيب يبقى رقم ايه؟ كلهم ما بينهم شرط. خد بالك بقى ان هنا ما هي الصفة مركبة، وهنا بيقولك انا مش عايز يبقى عندي حماتين، هنا مش صفة مركبة جاية قبل الاسم عشان تيجي مظهر مفرد، لا ده انا جبتها جمع ليه؟ عشان مش جاي بعدها اسم. انما لو كان قالك I have two نقط
persons يبقى اقول له مثلا ماذر ان لو بس، ماذر ان لو صفة بس مركبة كده من غير اس، انما لما تجيبه في الاخر اكنها مثلا 10 years old او 2 mothers in law. 51 جيني doesn't like no potatoes. potatoes اسم يبقى انت عايز صفة مركبة قبلها. خد بالك ان 50 رقم ايه ما هي الصفة مركبة لان مش جاية مش جاية قبل الاسم. بوتيتوس اسم يبقى احنا عايزين صفة مركبة. ماشي. طب صفة مركبة من هاف وكوك تبقى ازاي بقى؟ تبقى هاف كوكد. هاف كوكد يعني نصف سواء، نصف طبخ. هاف كوكد نصف مطبوخة. 52 انات هوليجان was coming towards us. هوليجان ده همجي او شخص متشرد يعني. عندي الصفة تاف ولوك اجيبها ازاي بقى؟ اجيبها ازاي؟ بتيجي تاف والفعل اي ان والفعل اي ان جي يبقى تاف لوكينج. 53 the people who do this اللي بيعملوا ده are usually very people. people ده اسم يبقى انت عايز صفة مركبة. صفة مركبة يبقى half صفة مركبة يبقى انت عندك cool heated. cool heated cool دي صفة عايزة تتبع يا اما بتصريف تالت يا اما بفعل اي ان جي. مفيش اي ان جي يبقى في تصريف تالت. 54 زي جابانيز الناس اليابانيين ار فيري نو اب بيبل. حلو قوي. انت عايز صفه مركبه هارد دي صفه، الصفه بتطبع يا اما بتصريف تالت يا اما بفعل اي ان جي. ماشي. طيب بس هي هارد وركد ولا هارد وركينج؟ لا هارد وركينج. 55 she was a small woman. woman يبقى انت عايز صفة مركبة بدايتها رقم يبقى كلهم مفرد وبينهم شرط يبقى 5 foot tall رقم ايه. 56 my boyfriend is not man. man يبقى انت عايز صفة مركبة. طيب best صفة يبقى انت عايز تصريف تالت او فعل اي ان جي. ماشي. الهون اللي بيكون الصفه فيهم بقى تصريف التالت ولا الاي ان جي؟ لا الاي ان جي. يبقى بيست لوكينج. بيست لوكينج مان. اي جيف يو ا نوت نوت اي ريمبر فيري كليرلي. طب نوت اسم انت عايز صفه قبلها مركبه يبقى انت عايز الصفه بدل برقم يكون كلها مفرد يبقى 10 باوند. 58 مستر اند مس علي ار جوينج اون ا نوت كروز. كروز مستر اند مس علي ار جوينج اون ا نوت كروز. طيب عندك ا يبقى انت عايز صفه مركبه وكروز عندك الاسم يبقى انت عايز صفه مركبه وتكون مفرد يبقى تو ويك. صفه مركبه من الرقم والاسم مفرد. 59 it was only a not journey. journey ده الاسم وعندك ا يبقى انت عايز صفه مركبه وتكون مفرد يبقى 4 hour. جان there is a not young man. man يبقى انت عايز صفة مركبة قبلها كلمة good معناها دي صفة عايزة اي ان جي او التصريف التالت. طيب يبقى هنا مفيش تصريف تالت مع good يبقى انت عايز
اي ان جي يبقى جود لوكينج. 61 قدرتي نقط بوي، بوي اسم يبقى انت عايز قبله صفه مركبه بل برقم، يبقى كل اللي فيها يكون مفرد، يبقى 6 year old. You should have a 10 نقط بريك، عندك البريك وعندك ا وعندك الرقم 10، يبقى انت عايز بعد ال 10 حاجه مفرده، يبقى منت، عشان كل الصفه المركبه اللي بتبدا برقم قبل اسم تبقى مفرده. وكده نكون خلصنا القواعد بتاع الوحده ال11 من كتاب الزتونه جاينت فاينل ريفيجن. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.